أكتر من 184 مليون جنيه، إكرامي بيكشف مهر بنته حبيبة من رمضان صبحي. كابتن إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق فاجئ الجميع بتصريح غريب عن جوازة رمضان صبحي من بنته حبيبة، واللي قال في لقاء تلفزيوني وانتشر بسرعة البرق على السوشيال ميديا. قال فيه: مهر بنتي من رمضان صبحي اتعدى 6 مليون دولار. الناس استغربت ايه اللي خلاه يتكلم في الموضوع ده، خاصة انه عدى حوالي 7 سنين على جواز رمضان من حبيبة إكرامي. ده اللي هنعرفه دلوقتي. كابتن إكرامي اضطر انه يرد بالتصريح ده في برنامج اللعيب لما المذيع سأله عن ظاهرة غريبة، وهي تسريب عقود اللاعبين، وعن المبلغ اللي دفعه نادي ستوك سيتي وقتها مقابل انه يضم رمضان صبحي. في البداية إكرامي كان حريص انه ما يتكلمش ويصرح عن اي ارقام، لكن لما المذيع ألح عليه في السؤال رد إكرامي وقال: رمضان صبحي انضم لستوك سيتي بيع نهائي مقابل 2 مليون دولار، وانه انضم لبيراميدز بعد ما ساب نادي هدرسفيلد مش بعد النادي الاهلي. كمان قال انه حضر مفاوضات نادر شوقي والاهلي مع ستوك سيتي لضم رمضان صبحي، وده كان عشان وقتها رمضان خطيب بنته. وكمل كلامه وقال ان صفقة انضمام رمضان صبحي لبيراميدز كانت مقابل 6 مليون دولار، واللي كانت بتعادل وقتها 184 مليون جنيه، وان مهر بنته كان اكبر من المبلغ ده، وده اللي خلاه يفضل فاكر المبلغ. ولما المذيع سأله وقال له: يعني مهر بنتك كان اكتر من 6 مليون دولار؟ إكرامي حاول يهرب من السؤال بطريقة ظريفة شوية وقال له: بنتي مهرها ما يتقلش بفلوس ولا قيمة، وده اقل شيء تستحقه. إكرامي علق كمان في البرنامج عن الهجوم اللي اتعرض له النادي الأهلي من مشجعيه لما الفريق خسر أمام سان داونز الجنوب الإفريقي 5 أهداف مقابل 2 في دوري أبطال إفريقيا، وقال إن اللي حصل ده لا يليق بالمشجعين، وإن أي حد بيهاجم الأهلي من أبنائه أكيد ليه مصالح شخصية، وقال إنه المفروض تكون عندنا ثقافة النقد البناء، لأن اللي بيحصل دلوقتي ده نقد هدام وفي تجريح، وده ما يصحش، خاصة إن اللي حصل بيمس اللاعبين وعناصر أساسية في قائمة منتخب مصر. الحقيقة إكرامي كمان اتكلم عن حاجات كتير في البرنامج خاصة بالرياضة، ولكن كان أكتر شيء لفت نظر الناس هو كلامه عن مهر بنته حبيبة من رمضان صبحي، وده اللي خلاها تتصدر الترند اليومين اللي فاتوا، والناس بدأت تبحث عن اسم حبيبة إكرامي وقصة حب حبيبة ورمضان حصلت إزاي. بدأت قصة حبهم من خلال حوار صحفي عملته حبيبة مع رمضان بتكليف من الجامعة، وبعدها علق رمضان وقال: أول ما شفت حبيبة جالي إحساس إن هي دي البنت اللي أنا عايزها، والغريب إن هي كمان حست نفس الإحساس. ومن وقتها حبيبة قلبها اتعلق بالمدرجات ورفضت كل اللي تقدمه لها، لكن أول ما رمضان عرض عليها الجواز وافقت على طول، واتفاجئنا وقتها بصور من حفلة خطوبتهم واللي اتعملت في أجواء عائلية بسيطة كانت في بيت أخوها شريف إكرامي، وده كان بعد ما الاتنين خلصوا امتحاناتهم على طول، وقبل ما رمضان يخلص إجراءات السفر لإنجلترا عشان ينتقل لستوك سيتي الإنجليزي. وفي 27 يوليو عام 2017 كان يوم فرحهم، واللي اتعمل في فندق في التجمع الخامس وحضروا نجوم الأهلي والمنتخب الوطني، وانتشرت صور كتير من الفرح وشهر العسل، وكان وقتها حديث الساعة. أما في عام 2019 فشرف طفلهم الأول زين، ومن وقتها ما ظهرتش حبيبة تاني على الساحة، وركزت اهتمامها مع بيتها وجوزها وابنها. ودي كانت قصة تصريح كابتن إكرامي الشحات عن جواز بنته حبيبة وعن مهرها.